إذن بشأن الذكرى 19 لاحتلال العراق وأثرها على المجتمع العراقي وعلى المنطقة ككل، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، وعبر سكايب من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية هبة الفدعم. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معكم أستاذ مصطفى، يعني عقدت اليوم ندوة في مركز راسام عن الذكرى 19 لاحتلال العراق، حضرتموها، ولكن السؤال المتبادر هنا، هل ترى ثمة فائدة من عقد هذه الندوات التي تناقش وتبحث وتسلط الضوء على التداعيات الكارثية للغزو الأمريكي للعراق؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام في هذا اليوم المأساوي الذي يعيشه العراق. كانت هناك ندوة استذكارية ويعني استعرضت جوانب من المأساة العراقية في العلاقات الدبلوماسية وفي حقوق الإنسان وفي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية وغير ذلك مما يتعلق بهذه الذكرى. وأنا أعتقد أن من الضروري جدا أن تقوم كل الجهات العراقية سياسية أو مراكز دراسات وبحوث أو وسائل إعلام أو حتى الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، أرى أن يركزوا جهودهم على إقامة مثل هذه الندوات التوعوية. هذه الندوات ضرورية حتى لا تذهب القضية العراقية في مجاهل النسيان وتلفها المستجدات التي تحصل في العالم. القضية العراقية يجب أن تبقى حية، وللأسف فهي تتعرض إلى الاغتيال الممنهج من قبل جهات عديدة وسياسية ودولية عربية وإقليمية. ولذلك على العراقيين أن كما قلت من جميع الجهات أن يقوموا دائما باستذكار مثل هذه المواقف وتقديم رؤية عما يجري في العراق. طيب أستاذ مصطفى، سأعود إليك ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذة هبة. أستاذة هبة، يعني لماذا المجتمع الدولي وقواه وخاصة الولايات المتحدة لا يعترفون ولا يقرون أن غزوها العسكري صنع كارثة متعددة على جميع المستويات في العراق؟ ما سبب في ذلك؟ بداية تحية طيبة والسلام عليكم جميعا وعلى الضيوف اللي موجودين بالاستوديو وعلى جميع المشاهدين الآن. طبعا أكيد لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا كل حلفائها، سواء كانوا حلفائها الغربيين وسواء كانوا الحلفاء اللي موجودين الأقليميين، مستحيل أن يعترفوا بالخطأ الفادح والجريمة الكبيرة اللي ارتكبوها بحق بلد عظيم مثل بلد مثل العراق وبحق شعب مثل الشعب العراقي. أكيد هذه بالنهاية وصمة عار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ الدول العربية والمنطقة اللي ساهمت واللي فتحت كل حدودها أجواها في سبيل غزو العراق. حتى ما زالت تقريبا كل مراكز البحوث ما زالت غير مؤمنة وما زالت مصرة على أنه العراق هو بلد غير منهار، ما زالت مؤمنة أنه العراق يتمتع بالديمقراطية والشعب العراقي يمارس الديمقراطية بأوسع على أوسع أبوابها وعلى جميع الأصعدة وعلى الطريقة اللي جاءوا بها. لذلك وإنما كل مراكز البحوث رافضة تماما أن تعترف بانهيار العراق كمنظومة سياسية، كمنظومة اقتصادية، كمنظومة اجتماعية، بل بالعكس دائما ما يشيدون بعملية تحرير العراق، هم لا يسموها عملية لإسقاط النظام لإسقاط العراق وإسقاط بغداد، هم يعتبروها عملية تحرير للعراق وتحرير للشعب العراقي المظلوم، الشعب العراقي اللي كان تحت سلطة دكتاتورية كانت سالبة لكل حقوقه، سالبة لكل الحقوق البسيطة اللي ممكن أن الإنسان اللي يعيش عليها. لكن ما الذي جاءت به أمريكا وما الذي جاءت به الدول التي كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الاحتلال؟ أستاذ سعود إليك في وقت لاحق، ولكن أنتقل إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، يعني بعد 19 عاما من الاحتلال تبلور، وهذا واضح للجميع، وعي جمعي وطني خاصة بعد ثورة تشرين نابذ وكاره للعملية السياسية وشركائها، فاقد الثقة بالكامل طبعا لقواه السياسية بدون استثناء. العلة هنا السؤال، هل يمكن البناء على هذا الوعي العراقي الوطني الجمعي
لبلورة مشروع وطني للخلاص وتمزيق ورقة الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية؟ منذ البداية لم يكن تأويل القوى الوطنية المخلصة إلا على قدرات شعب العراق، سواء كانت هذه القدرات في مقاومة الاحتلال الأمريكي، هذه المقاومة الوطنية العراقية التي يجب دائما أن نشيد بها ونذكر بإنجازاتها، وهي التي أذلت المحتل ويعني أجبرته على الفرار من أرض العراق. وأيضا كانت هذه القوى والشخصيات الوطنية تعول على بناء هذه المنظومة المتكاملة، أو تأمل في بناء هذه المنظومة المتكاملة التي تقوم على الوعي الوطني العراقي الجامع، وهو الذي يمكن كما تفضلت في سؤالك، نعم، سؤال حضرتك، أن من خلال هذا الوعي أن يتبلور مشروع وطني يجمع العراقيين جميعا دون اعتبارات القومية أو الدين أو المذهب، يجمعهم على فكرة المواطنة لبناء عراقهم الذي دمره الاحتلال الأمريكي. وكما تفضلت الزميلة في برنامجنا هذا في حديثها قبل قليل، أن هذا الاحتلال يرفض الاعتراف بجريمته ويرفض تصحيحها وتصحيح مسارها. فإذا التعويل من البداية هو على هذا، على المواطن العراقي وكيفية أدائه في مواجهة هذا المحتل وجرائمه في العراق ومشاريعه الخبيثة. وكما تفضلت، حاصل يعني ثورة تشرين هي حاصل بكل الانتفاضات والثورات وللمقاومة العراقية التي شهدها بلدنا العزيز بعد احتلاله، نعم، عام 2003. أستاذ هبة، في ظل هذا الصراع أو التنافر بين قوتي الاحتلال الرئيستين في العراق، ما بين هذا التنافر والصراع بين أمريكا وإيران، وربما يعني ربما يصل إلى نقطة تصادم هكذا تقول الأخبار، هل يمكن استثمار هذه اللحظة التاريخية لإخراج العراق من هذا المأزق الذي وضع فيه بعد عام 2003، وبالتالي استثمار حالة التصادم بين هاتين القوتين اللتين نسقتا الاحتلال؟ هل من الممكن ذلك في الوقت الراهن أستاذة هبة؟ والله بصراحة يا أستاذي العزيز، الاحتلال جاء وأدى إلى انهيار المنظومة الاجتماعية بالكامل، أدى إلى ظهور وإلى تقسيم العراق إلى فئات وإلى طوائف وإلى أعراق جديدة لم نكن نسمع عنها قبلا. ولذلك الهوية العراقية الآن هي هوية منقسمة، لا توجد هوية عراقية موحدة، الولاءات متعددة، الأهواء متعددة، الآراء متعددة، الشارع العراقي تقريبا غير موحد الآن. الجانب الوحيد أو الجهة الوحيدة اللي وحدت الشارع العراقي هي ثورة تشرين. الجواب على هذا السؤال صعب، لكن الرؤية بعيدة، خلينا نعتبرها ممكن أن تكون لو أصبح هناك وعي كبير من قبل المجتمع العراقي لاستثمار مثل هذا التصادم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، من أجل النهوض ومن أجل استرداد واستعادة الهوية العراقية الموحدة. يجب استعادة الهوية العراقية الموحدة، وعن طريق زيادة الوعي بالمجتمع العراقي ممكن أن يحصل هذا الشيء. لو ثورة تشرين كانت هي ممكن أن تكون بداية واستثمار لهذا الشيء، استثمار لعودة والنهوض ولبناء المؤسسة الاجتماعية العراقية، وبالتالي استرداد الهوية العراقية، وبالتالي استرداد العراق، استرداد الوطن بالكامل. طيب أستاذ مصطفى، بعد 19 عاما على الاحتلال الأمريكي، هل حقق الاحتلال ما بشر به وجاء لأجله من ديمقراطية، حرية الرأي والتعبير، ومصطلح العراق الجديد، والقائمة تطول في هذا الادعاء؟ قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، أنا لا أرى يعني أي صراع حقيقي بين المحتلين الأمريكي والإيراني. نعم، هناك نوع من التنافس على النفوذ في العراق وفي جميع مشرق الوطن العربي، لأن حصل هناك تخادم بين أمريكا وإيران في
غزو العراق واحتلاله وتفتيت المشروع الاحتلالي فيه، لكن المشكلة نشأت بين الطرفين عندما أرادت إيران أن تبتلع لقمة العراق لوحدها دون وفق النظرية الاستعمارية التوسعية التي يعني تسود المشروع الفارسي عبر العصور. طيب. أما إجابة على سؤال حضرتك، الاحتلال يعني لم يبشرنا أو لم يحقق مما تحدث عنه إطلاقا من معالم الديمقراطية وغير والتطور وغير ذلك، بل بالعكس أنشأ سلطة فاسدة من أمراء حرب ومن زعماء ميليشيات وعصابات. هذه السلطة قتلت العراقيين ودمرتهم وأفقرتهم وخربت نسيجهم الاجتماعي وأثارت الفتن الطائفية بينهم ونشرت التجهيل المتعمد والتحريض الطائفي ودمرت كل معالم الحياة في هذا البلد. هذا هو الحقيقة مصطلح العراق، التعبير الدقيق لمصطلح العراق الجديد الذي كانوا يتحدثون عنه وسمعناه كثيرا طيلة السنوات 19 الماضية. العراق الجديد هو العراق المقطوع عن جذوره، المنبت عن أمته، الذي لا يمت إلى تاريخ هذا البلد ذي الحضارات العريقة والغنية التي أغنت مسيرة البشرية. هذا العراق منبت عن أمته العربية والإسلامية كما قلت، وعن كل القيم الاجتماعية والدينية التي كانت تسود فيه. يعني هذا هو الذي جاء به الاحتلال، وهذا هو مشروع الاحتلال الذي حققه من خلال هذه العصابات التي سلطها على حكم العراق وعلى رقاب العراقيين ومقدراته. طيب أستاذ هبة، كما تعرفون الاحتلال أنشأ عملية سياسية معتمدا ومتعكزا على المحاصصة الطائفية والعرقية، ولكن كيف أثرت هذه المحاصصة على الأوضاع السياسية والأمنية في العراق؟ أكيد المحاصصة الطائفية والعرقية أدت بالنهاية إلى تشتيت الهوية العراقية وعدم توحيدها، إلى تقسيم المجتمع العراقي، إلى تعددية للهويات داخل المجتمع العراقي. فأن لما يكون الصوت غير موحد، لما يكون الصوت العراقي غير متكاتف مع بعضه البعض، فأكيد هذا بالنهاية راح يؤثر على العملية السياسية. نلاحظ الآن فئات ولاؤها لغير العراق، نلاحظ الآن وجود الميليشيات اللي موجودة بالعراق الآن، واللي إحنا كلنا نعرف أنه ولاء هذه الميليشيات وأهواؤها هي غير عراقية. لذلك تأثير المشهد المحاصصة الطائفية والانقسام الداخلي بالمجتمع العراقي، هذا أثر على العراق إقليميا وأثر عليه بالمجتمع الدولي ككل أيضا. طيب أستاذ مصطفى، ألم يأن الأوان لمحاسبة داعمي الاحتلال في الداخل والخارج وتقديمهم ربما للمحاكمة المحلية أو الدولية؟ حقيقة الأوان حان منذ بدء عمليات الإجرام التي تمثلت بغزو العراق قبل 19 عاما، ولكن الذي جاء بهذه العصابات المتحكمة بالعراق والتي كما قلت دمرت العراق وأفقرت أهله وخربت نسيجه الاجتماعي، هو من يسيطر على منظومة القضاء الدولي. نعم. وهو من يسيطر على منظومات الإعلام الدولية، وهو من يسيطر على المنظمات الدولية وتحديدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لذلك فإن الخصم والحكم هو الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وبريطانيا في مرحلة أو في درجة تالية. فكيف يمكن تقديم هؤلاء المجرمين إلى سلطة قضائية هم يتحكمون بها ويقسمون مساغاتها؟ أما الحكم الذي أصدره شعب العراق على هؤلاء المجرمين والذي أصدرته شعوب ومنظمات حرة حول العالم وناشطين مخلصين وجدنا فعلهم يعني خلال السنوات 19 الماضية، فهذا هو حكم العدالة الحقيقية الذي ننتظر تنفيذه بحق هؤلاء. وفي كل الأحوال فإن عدالة الله. أستاذ مصطفى، بدقيقة لو تكرمتم، بدقيقة لو تفضلتم،
أستاذ مصطفى، كثير من عرابي الاحتلال اعتذروا عن دعمهم لقرار غزو العراق، هل يكفي الشعب العراقي هذا الاعتذار بدقيقة لو تفضلتم؟ بالتأكيد لن يكفي هذا الاعتذار، الاعتذار يجب أن يصاحبه عملية تغيير للمسار وعملية تعويض للعراقيين عما أصابهم وتقديم هذه الزمر المجرمة الميليشياوية القاتلة إلى القضاء، وما لم يحدث هذا وعلى رأس هؤلاء هم نفسهم الذين يعتذرون، وأعني بهم بوش وبلير وأي من الذين سهلوا وساندوا جريمة غزو العراق، هؤلاء هم من يقدم أولا، ثم تلي ذلك جموع العملاء الذين كانوا في خدمة يعني المحتل الأمريكي وتسللوا إلى العراق مختبئين في أحذية الجنود الأمريكان وليس في الدبابات، لأن الدبابات يمتطيها رجال مقاتلون وهؤلاء كانوا مجرد خدم لمشروع الاحتلال الأمريكي. أستاذ هبة، بدقيقة لو تكرمتم بذلك، من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في العراق؟ هل تتحمل المسؤولية الحكومات المتعاقبة أم الولايات المتحدة وبريطانيا أم الميليشيات تحديدا؟ سؤال جدا عميق طبعا، وفي ذكرى في هذه الذكرى المؤلمة وفي هذا اليوم المؤلم للعراقيين، كل من يتحمل، الكل يتحمل مسؤولية الانهيار الذي حصل بالعراق، سواء كان المجتمع الدولي الذي لم يقف مع العراق، سواء كان من المجتمع الإقليمي والدول العربية التي وقفت والتي فتحت أجواءها وفتحت حدودها من أجل شن من أجل مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على احتلال العراق، وبالدرجة الأولى الأكيد والأساسية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكذلك كل من جاء، وأحترم جدا ما ذكره الأستاذ الكبير، من جاء ومن ركب أحذية الذين جاءوا على هذه الدبابات، لأن هذه الدبابات لا يركبها إلا ولا يقودها إلا المقاتلين الأشاوس المدافعين، فكل من شارك في هذه العملية السياسية والحكومات المتعاقبة التي لم تساعد والتي لم تلم شتات ما حصل داخل المجتمع العراقي ولم تحاول بناء ما تم هدمه من قبل المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، كل هذه تحاسب أمام المجتمع العراقي. كل هذه عبر الهاتف. اليد الكبيرة. شكرا، كان معنا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، وعبر سكايب من واشنطن الأكاديمية والباحثة السياسية هبة الفدعم، شكرا جزيلا لكما.